فوازير 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 فزورة فزورة فزورة. واني مش جاي، مفيش فوازير من هنا ورايح. اخرج منها انت، ده احنا فوازيرنا كتير ورمضان كريم. الحقني يا الفزوره. اهلا بيكم فزورة كل يوم، هنوريكم مشهد وكل اللي عليكم تقول لنا اسم العمل اللي احنا عاملين منه المشهد ده. قلت لك 100 مره يا سلومه وانت داخل ابقى خبط ولا اعمل حاس او اتصل بالتليفون قبل ما تيجي. ايه يا اخويا بتخداني؟ الله قطعت لي الخلف اكتر ما هو مقطوع. في حد برضه يتخد من جوزه حبيبه؟ يا فرس بطن البقرة انت يا جامد. جبتلي الكيوي؟ احلى كيوي لأحلى نونو في الدنيا. طبخنا ايه النهاردة؟ ما طبختش، قوم اسلقلك بيضتين، شغل البيت هداني. بيضتين؟ انا مش جعان قوي كده، ده اللي يشوفك يشبع يا قمر. طب زيح نفسك كده، ازازة الاكلة دول كانت هتقع على الارض. ريحتك زفرة من اللحمة، قوم يا راجل استحمى واغسل بقك من جوه بالصابون. على ايه بقى؟ انا كده نازل المحل، انا قلت عد عليك بالفاكهة ونقعد مع بعض شوية، لكن الظاهر ما فيهاش قعاد، انا قايم ماشي. بقولك يا نعم. ابقى عد يا اخويا على الدكتور بتاع الرجالة، شوف لك صرفة في موضوع الخلفة دي، قال لي نسوان الحركة لوشي. ولازمتها ايه العتنانة دي؟ ولعلمك بقى انا زي الفل، انا جامد قوي. ما تسمعيش كلام الدكاترة، الحاجات دي بتاعت ربنا، لما ربنا يأذن بالعيل هيجي العيل، بس انت لايميني عليكي عشان نعرف نجيب العيل. يا شيخ اتنيل، اعوذ بالله، كان يوم اسود يوم ما اتجوزتك. اسود صحيح، كتك 60 نصيبه، الهي ما ترجع. كل اللي عليكم انكم تكتبوا في الكومنتات حل الفزوره، واحنا هنختار واحد من الكومنتات وهيفوز معانا بجائزه. ورمضان كريم عليكم.